السلام عليكم إخواني التلاميذ. الآن مع درس التناقص الإشاعي. أولا نقوم بتمهيد. نبدأ بتعريف الذرة. الذرة تتكون من نواة تدور حولها إلكترونات مشكلة سحابة إلكترونية، والإلكترونات لها شحنة سالبة. إذن قلنا أن الذرة تتكون من نواة، وهذه النواة محاطة بمجموعة من الإلكترونات، محاطة بمجموعة من الإلكترونات لها شحنة سالبة تشكل سحابة إلكترونية، والنواة تتكون من بروتونات بي ومن نوترونات ان، تسمى نويات. تسمى نويات. إذا نويات اسم يطلق على مجموعة من البروتونات ومن النوترونات. نوترونات. إذن النواة تتكون من بروتونات لها شحنة موجبة، ومن النوترونات لها شحنة محايدة، تسمى بالنويات. إذا النويات اسم يطلق على مجموعة من البروتونات ومن النوترونات. لدينا رسم مبسط لتركيب الذرة. إذا ماذا نلاحظ؟ أن الذرة تتكون من نواة. هيا محاطة بمجموعة من الإلكترونات. محاطة بمجموعة من الإلكترونات. هذه الإلكترونات تشكل سحابة إلكترونية، وتتكون كذلك من بروتون بي له شحنة موجبة أو بلس، هما اللي بالأحمر بروتون، وكذلك تتكون من نوترون بالأزرق له شحنة محايدة. نرمز بزد لعدد البروتونات، ونرمز بان لعدد النوترونات، وعدد النويات هو أ، هو المجموع ديال البروتونات زد زائد مجموع ديال النوترونات اللي هو ان. إذن النواة تتكون من بروتونات ومن نوترونات تسمى نويات. نرمز لعدد البروتونات بزد ويسمى بعدد الشحنة، ونرمز لعدد النوترونات بN، ونرمز لعدد النويات بأ، يسمى بعدد الكتلة.
إذن A هو المجموع ديال عدد البروتونات زد زائد المجموع ديال عدد النيوترونات. إذن A تساوي زد بلس M. خلاصة رمز النواة هو X A Z. A يسمى بعدد النويات و Z يسمى بعدد بروتونات. مثلا نواة الكربون 6 14 عدد البروتونات هو 6 وعدد النيوترونات هو 14 ناقص 6 هو 8. في الفيزياء النووية نستعمل مصطلح نويضة. في الفيزياء النووية نستعمل مصطلح نويضة وهو اسم يطلق على مجموعة من النواة لها عدد معين من البروتونات ومن النوترونات. مثال نويدة الأورانيوم 92 238. مثلا نويدة الكلور 17 35. مثلا نويدة الأزوت 7 13. إذا كان السؤال اعطي تركيب نويدة، إذا من يقول لي في السؤال اعطي تركيب نويدة أي يجب تحديد عدد البروتونات وعدد النيوترونات. مثال تركيب نويدة الأورانيوم 92 238. الجواب نقول ليه عدد بروتونات هو 92 وعدد النيوترونات هو 238 هو 238 ناقص 92 اللي هو 146. بصفة عامة تركيب نويدة X A Z هو عدد البروتونات زد عدد النيوترونات هو A ناقص زد اللي هو N. الفقرة الثانية ما معنى أن ضائر؟ نأخذ مثال نويدة الكلور 17 35 ونويدة الكلور 17 33. نأخذ مثال آخر الكربون 6 12 والكربون 6 13 والكربون 6 14. إذا هنا قبل ما نجاوبوا على السؤال
خصنا نلاحظوا ان زيد ما كيتبدلش. اذا 17 17 ولكن اتبدل 35 33 في الكربون. زيد بقي ثابت 6 6 6 و ا تبدلات 12 13 14. اذا نويدا اكس ا زيد شكون تيميزها؟ هو زيد. اذا النويدة تتميز بزيد، بمعنى اذا تبدل زيد النويدة غتبدل. مثلا زيد 17 هو الكلور، زيد 6 هو الكربون، زيد 7 هو الازوت. اذا النويدة تتميز بزيد. غنديرو تركيب النويدة. شحال عندنا عدد البروتونات؟ هو 17 وعدد النوترونات هو 35 ناقص 17 هو 18. هنا شحال زيد؟ 17 وعدد النوترونات هو 33 ناقص 17 هو 16. هنا شحال عدد البروتونات؟ هو 6 وعدد النوترونات هو 12 ناقص 6 هو 6. هنا شحال عدد البروتونات؟ هو 6 و ان 13 ناقص 6 هو 7. وهنا عدد البروتونات هو 6 وعدد النوترونات هو 8. اذا ماذا نلاحظ؟ ان بالنسبه لنبذة الكلور عندنا عدد البروتونات 17 17 ولكن عدد النوترونات تختلف 18 16. نفس الشيء بالنسبه للكربون عندنا 6 6 6. اذا عدد البروتونات ثابت ولكن عدد النوترونات 6 7 8 تختلف. اذا شو كتسمى هادو؟ تسمى بنظائر الكلور. اذا الكلور عنده بزاف ديال النظائر. كذلك الكربون 6 12 الكربون 6 13 الكربون 6 14 تسمى بنظائر الكربون. اذا شنو تعريف النظائر؟ نظائر التعريف ديالها هي عناصر كيميائية، هي عناصر كيميائية لها نفس عدد البروتونات بي أو نفس زيد، عندها نفس زيد، وتختلف من حيث عدد النوترونات ان. اذا النظائر هي عناصر لها نفس عدد البروتونات وتختلف من حيث عدد النوترونات اي ا.